شفنا الأزمة وشفنا الطرف الفاعل والمسؤول والحاكم والقابض على الأحداث. اتحاد المصري لكرة السلة، النادي الأهلي علاقته إيه؟ الأهلي الطرف موجود ضيف على منظم المباراة، نالوا ما نالوا. وعلى فكرة التجاوزات كانت كتيرة جدا جدا، أنا مش راضي أقولها، وكان حتى في الفصل المهندس عدلي بيستحي إنه يكرر اللي سمعه من شهود عيان على اللي اتقال في حق النادي الأهلي ورموزه. لكن ألاقي برامج بقى الناس اللي بتتكلم على الإعلام، برامج في الإذاعة وفي كل القنوات كلها ودت الموضوع في سكة واحدة، إنه الأهلي اتجامل، وإنه الأهلي الاتحاد المصري جامل الهلال واعتبر الزمالك مهزوم، وحدش اتكلم في التجاوزات اللي حصلت. ميدو كان نموذج حي لانفعاله على الهوى على اللي حصل رغم وضوح الرؤية. نشوفه. كان من حق النادي الأهلي إن هو يقول ومجلس إدارة الأهلي إن هو يقول إن الجمهور لازم يخرج، لكن كان لازم إن مجلس إدارة الأهلي الناس اللي موجودة كان لازم يقدروا العلاقة التاريخية اللي ما بين الأهلي والزمالك، وكان لازم يقدروا النجوم الكبار لكرة القدم اللي كانوا موجودين في الصالة ويقدروا أسمائهم، لأن دول ناس صنعوا تاريخ لنادي الزمالك ومنتخب مصر. كان لازم مجلس إدارة الأهلي يحترم العلاقة التاريخية الكبيرة جدا اللي ما بين الأهلي والزمالك. إيه يعني؟ عايز أفهم إيه هو الهدف، ويا ريت لو في حد من مجلس اداره الاهلي يطلع يرد عليا يقول لي ايه الهدف ان انا اطلع الناس دي. الراجل لسه طالع في التلفزيون الاسبوع ده بيقول انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ان هو ما تفاوضش معايا حد من نجوم نادي الزمالك، وان انا بمد ايدي للكابتن محمود الخطيب، وده اللي النادي الاهلي كان بيطالب بيه، ان يبقى فيه روح رياضيه، وان يبقى فيه الناس قريبه من بعض، وان مهما كانت الخلافات الناس لازم تقعد على الترابيزه لان الكبار كبار. اخيرا محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك. وشابوه وتحيه للواء عماد عبد العزيز بان هو رفض ان نجوم الكوره يطلعوا بره الصاله. وتغور نتيجه المباراه. تغور نتيجه المباراه. تحيه للواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك بان هو رفض ان المباراه تتلعب وان الناس رموز نادي الزمالك الكبار يطلعوا بره الملعب. وبطالبه ان هو ينسحب من الدوري. بطالب اللواء عماد عبد العزيز ان هو ينسحب من الدوري بتاع الباسكت مهما كانت العواقب. طبعا واضح انه كان راي عاطفي محض. اما اطلع اقول تغور المباراه وتغور نتيجه المباراه وهو مش قادر يفهم كويس قوي ان الموضوع ليس طلعه علاقه بالاسماء المتواجده، رغم ان هذه الاسماء المتواجده قامت سابقا وخلال المباراه بتوجيه الاساءات. ورغم هذا الاهلي ليس له ناقه او جمل في هذا الامر غير ان يقول انا موافق. طلع بعد كده انه مش من حقه يقول انا موافق، خلاص من بعد ماتش سموح المباريات بدون جماهير. طيب، وهو حتى لو الاهلي قال انا موافق، لا غلط من النادي الاهلي وان انا موافق. ملهاش دعوة مين اللي يا جماعة انتوا كده بتحطوا ان النظام يمشي على الجميع الا فلان الا انا. هو ده بالظبط اللي مش عايزين نعلمه لاولادنا. مفيش حد كبير على النظام، مفيش حد كبير على المصلحة بتاعت الكيان، واللي يحرص على مصلحة الكيان ما يحرجش الكيان. مش ان هو برافو انك انت ضحيت بمصلحة الزمالك اللي بيشجعوا الملايين عشان خاطر انك انت تنتصل لرغبة نجمة. ايه علاقة ده ايه الاهانة في انه النظام ما بيسمحش بالحضور؟ ليس في اي اهانة لاي حد. لو انا داخل، انا كنت رايح اتحاد الكرة مرة ممثلا عن النادي الاهلي معايا جواب في الجمعية العمومية، كابتن شوبير قابل لي رايح فين؟ قال لي لا ده لازم عضو مجلس ادارة. هو انا ما كانش ممكن اقول له تاريخي وكياني وانا جايب جواب من النادي الاهلي وتفيض الله كده فعلا نظام؟ طب شكرا، ما خدش ثانيه مني ولا ينتقص. طب انا بقى لو صممت وعملتها قضيه كبيره واحرجت ناديه، احرجت ناديه. اللي عامل الجواب ويقول له ويدافع عن قراره حتى ما رضيتش ان انا احط الناديه في هذا الموقف. خلاص نظامك كده، يعني انا مش هشوف جوه غير اعضاء مجالس ادارات الانديه؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص النظام يمشي على الكل. هو ده اذا كنا عايزين نعلم
الاجيال القادمه احترام النظام، اللي ممكن الاهلي يحط نظام ويطالب اعضائه وجماهيره باحترامه، واللي لازم نادي الزمالك هيحط نظام ويطالب جماهيره واعضائه باحترامه. وهل ازاي ازاي انت اللي بتقول لهم بس نستثني منهم فلان وفلان وفلان؟ وهل كان مطلوب من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجودين في الصاله يسمعوا السباب والشتائم اللي حصلت من هذه والله الجماهير بشكل فج جدا في حق رموز سابقين منهم الكابتن صالح سليم عليه رحمه الله ومجلس الاداره الحالي واسم النادي الاهلي؟ بس كده احنا هنمشي في الغلط، هنطول قوي. لكنه الفكره عايز مجلس اداره يسمع كل هذه التجاوزات اللي هي دلوقتي تحت التحقيق سواء في الشرطه او في النيابه. هل ما حدش اتكلم ابدا انه هذه الجماهير اللي اقتحمت ودخلت سبت وشتمت وتجاوزت كتير، عايز مجلس اداره النادي الاهلي يوافق على الشتيمه ويكتب اوكي انا موافق اتشتم بس نلعب المباراه؟ لا، الاهلي من حقه يرفض او يقبل، زي ما المهندس عدلي قال لكم تعليقا على كلام اللي هو يحيى زكريا، الكلام ده قبل 20 مارس، بعد 20 مارس بسبب الزمالك في ماتش سموحه اصبح مش من حق الطرفين يتوافقوا. طب إيه النظام هيمشي؟ اقلب إيه يا استاذ ابراهيم الموقف، اقلبه بالظبط 180 درجه. الماتش ده حصل في ملعب الاهلي والزمالك اصر على تطبيق النظام والاهلي اصر على خرق النظام واتخذت المباراه اللي فيها عقوبه كان المفروض الاهلي يتعاقبها علشان جمهوره برضه هو اللي خرق النظام. هل كان اللغه بتاعه كل هؤلاء هتبقى بالطريقه دي، ولا كنا هنشوف المنطق الثاني اللي بقى يتحيز الى تطبيق النظام والقانون؟ هو الاهلي عايز يبقى فوق القانون، كان هيتقال كده علينا لو احنا اللي عكسنا الوضع، وهيتقال زي ما اتقال من الكابتن ايمن يونس. نشوف جمهور الزمالك يعاني من عقده الاضطهاد، اللي بيشوفه ده مش عايزه يعاني، بيشوفه في كل حاجه. وفي ناس بتتفنن بصناعه الاضطهاد، ده راجل دكتور جامعه عمل سؤال على بن شرقي كوميدي، حاجه يعني كوميديه جدا يعني. ده راجل حاجات يعني ماشي. ما هو مخرج ما بيعدش لقطه جون مش عايزه يزعل، ما هو لعيب بتاعه بيتوقف بشكل معين ولعيب نادي تاني ما بيتوقفش. وانا مش بتكلم ده بقى على الزمالك، دي شكوى كل الانديه في مصر. ان هي ما فيش العدل، اللائحه العادله، القانون العادل على كل، هو ما فيهوش رحمه. كابتن مدحت شلبي احد اهم، مش احد اهم، نمبر 1 في المنطقه دي، غلط غلطه بيتحاسب زيه زي اللي لسه بيبتدي. وضع طبيعي. التناقض ده كابتن مدحت شلبي نمبر 1 غلط غلطه يتحاسب، لكن لا، لكن شيكابالا يدخل؟ يدخل. ايه يا كابتن ايمن بتقول ايه يا كابتن ايمن؟ هو الموضوع ببساطة ما حدش فوق النظام يا ابن الناس وتطبيق النظام. كل الانديه بتعاني من ايه؟ من المجامله الصارخه، انه بيتحط تحت رعايه الوزير، وانه مش عايزين نقعد نعد والنبي الكلام ده يا جماعه. النادي الاهلي ما بيتصدرش غير في اللي له حق فيه، لانه عارف ما يخشش معارك خاسره. فالتناقض الغريب. بس اللي فات ياكد روايه برضه عضو في مجلس اداره نادي الزمالك السابق الكابتن حماده انور. يعني اللي فات حماده وده حماده تاني؟ ده حماده تاني خالص. نشوف. الزمالك واخد 12 دوري. 12 دوري. ده لا طبعا لا. ده ينفع؟ معلش يعني 12 بس مره حماده. الدوري برضه ليه عوامل كتير. ارد على العوامل. ماشي. اتحاد الكوره في الستينات مسكوه زملكاويه. ماشي، مش شرط يا كابتن. ويا يعني والله مش شرط. امال ايه الشرط؟ مش شرط، بالعكس. امال يعني بالعكس يعني يبقى اللي ماسكين الاتحاد المسؤولين عن اللي بيعينوا الحكام ويدوا قرارات بينتموا النادي الزمالك ويخسروا النادي الزمالك؟ لا، ومش هيخسر. هو لما هيكون موجود مش عايز يبين ان هو. انا بقول لك كابتن، مش كل الدوريات يا كابتن كانت فير. انا صريح وهفضل اقولها على طول. انت خسرت دوري بتاع الكابتن حسن شحاته باوفسايد من نص الملعب يا كابتن. كلكم اوفسايد من نص الملعب كابتن يا عم. ماشي. انت مش عارفه ده؟ مش عارف الدوري ده ولا عارفه؟ لا عارفه. طيب ادي بطوله ماشي. لا 61 مش مشكله ده. يلا اديني ال 60 بقى. ايه بقى؟ ما ممكن البطوله تجيب بطولات وانت عارف كده كويس. ايه البطوله تجيب بطولات؟ والله البطوله تجيب بطولات يا كابتن. لا يا حمد، وفقد البطوله يفقدك بطولات. انتوا خدتوا بطولتين ورا بعض في الدوري يا ابني. ماشي، فين بقى فخدتوا البطولات بعدها لمده 15 سنه؟ برضه الحكام لا لا مش الحكام. انت عارف ان ساعتها كابتن كان السبونسر للانديه وكاله الاهرام كابتن حسن حمدي. قعد قد ايه رئيس النادي الاهلي وهو رئيس وكاله الاهرام للاعلام؟ مش مهم دي.
ما هو النادي الاهلي ما كانش بيعتمد على الاهرام بس عشان تبقى في الصوره. طيب كان في رجال اعمال. طيب لا ما انتوا رجال اعمال. ما انتوا واحده الاهلي لو ما كانش ياخد بطولات كان هيبقى قيمته التسويقيه كده؟ لا طبعا. انت راجل بتاع التسويق؟ لا طبعا مش انت راجل اداري بتاع التسويق؟ لا طبعا. طيب بس انا في كل ده برضو نادي الزمالك ما بياخدش بطولات عايزه ياخد زي الاهلي؟ لا طبعا. طيب. وبرضو عايز اتكلم ان منظومه النادي الاهلي مختلفه. طب افضل اقول لا بتقول كلام اهو. لا يا كابتن بص بغض النظر على النقط اللي احنا بنتكلم فيها بس النادي الاهلي لا منظومته مختلفه وانا هفضل وقلتها كذا مره يا كابتن وفي كل مكان هفضل اقول اي حد هيقف على الخط في النادي الاهلي هياخد بطوله لان النادي الاهلي منظومه انا بكلم حضرتك بصراحه اي حد مسك في النادي الاهلي يا كابتن هياخد بطوله ليه بيجي يشتغل على نظام موجود في كله بيتبع النظام ده محدش بيخرج بره فاللي اللي ينكر حاجه زي كده يبقى لا يفقه شيء في الرياضه. نادي الزمالك بقى يبقى كده. لا نادي الزمالك على طول في صراعات يا كابتن. يا كابتن حماده لا فض فوق، كل اللي فات حماده في بدايه حديثك وانهيتها بحماده الحقيقي اللي هو لا الاهلي منظومه واللي يقول غير كده لا، والنادي الاهلي مش عارف وقيمته التسويقيه نابعه من بطولاته. هو ده يا كابتن حماده ساحه الجد بالكلام. لكن حماده الاولاني. لا حماده الاولاني عايش لان بيرتاح. المظلوميه ده الكابتن مجدي يقول له ايه؟ يقول له ده في الستينات الاهرام كل رؤساء اتحاد الكوره زملكاويه يعني الكابتن حلمي زموره بيرأس اتحاد الكوره هيجامل الاهلي يقول له لا يعني يقول له طب اخر دوريين بالمناسبه عمرو الجنايني زملكاوي اكتر من اي حد على سطح الارض والاهلي بياخد الدوري كان بيجامل الاهلي ما حدش عايز يفهم والله العظيم في ناس بتبقى من كتر ما هي حافظه مش بتفكر بتردد بس عارف زي ما حماده بعد كده بقى حماده تاني اللي فات ميدو واللي جاي ميدو تاني خالص نشوف بدايه الاصلاح جوه نادي الزمالك غير التطهير وغير ان انت يبقى عندك بلان ودراسه واستراتيجيه وكل الكلام ده كله ان لازم الناس جوه نادي الزمالك وده قلته وفي ناس زعلت مني لكن انا فعلا مؤمن بكده وافضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي ليه؟ لان دي اسهل نغمه. دي اسهل نغمه دي نمره واحد، نمره اتنين طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده خلينا نقول انا كراجل زملكاوي احنا عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. صح احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. صح احنا عندنا مشاكل واضحه نحلها واحنا بنكسب ممكن بعد فتره تبتدي تقول اه الزمالك اتظلم في الوقت الفلاني، انما انا اقول لك بكل صراحه ملهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب ما دي اللي بقول عليها اكسكيوز يا عم اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع لا فلازم الزمالك يبقى الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع على فكره لان اسهل حاجه ان انا اطلع اول واحد زملكاوي اول واحد متربي في نادي الزمالك وزملكاوي يقول النقطه دي يا كابتن ابراهيم اسهل حاجه ان انت تمشي على الوتيره دي لان هي دي الوتيره اللي الناس عايز تسمعها وهي دي اللي سهل ان انت تريحهم اصعب وتريحهم لان اصعب حاجه ان انا امشي بقى ضدكم كلكم انتوا دلوقتي بتقولوا ان ظلم مفيش ظلم نادي الزمالك ما اتظلمش نادي الزمالك ما فيش ظلم خلاص وقف الكلام ده واشتغل على مشاكلك والله يا كابتن ميدو الله ينور ما هعرف اقول الكلام احلى من اللي انت قلته اللي ملوش دعوه باللي انت قلته قبل كده اللي انت ساعه الحقيقه ما بتقعد بهدوء كده كراجل محترف ونجم كبير تصل الى الحقيقه وتصل الى اسباب التفوق ليس من بينها الاغراق في انك انت مظلوم وانا طول عمري بقول لهم يا جماعه احنا بنتكلم على الاهلي وانتوا بتتكلموا على الاهلي مين هيتكلم على الزمالك حدش بيتكلم غير انه مظلوم طب عايز ميدو يتكلم على الاهلي ما هو والله ما هيتكلم على الزمالك طب خليه يتكلم على الاهلي ميدو تاني انت راجل عندك مشكله في العقليه معينه طب اصلح العقليه دي ازاي صح انا راجل بتاع واسيب النادي الاهلي سيبه
ما فكرش ما فكرش لا فكر في نفسي اشتغل والناس شغاله احترمهم لنجاحهم وكل حاجه وبتاع وابتدي اشتغل اصلح لنفسي. على فكره اقول لحضرتك حاجه يا كابتن ابراهيم اللي انا بقوله ده ممكن يبقى بالنسبه لناس كتيره وما يعني حلم صعب المنال تمام لكن انا عايز اقول لك مثلا ايه الراجل مثلا أليكس فيرجسون مثلا مسك مانشستر يونايتد كان ليفربول فارق عن مانشستر كان ليفربول فارق عن مانشستر يونايتد اعتقد ب 19 بطوله دوري بتهيألي صححوني يا جماعه لو انا غلط 27 سنه تقريبا كان ليفربول اكتر ب 19 بطوله تقريبا و 18 بطوله قولوا لي يا جماعه 18 بطوله. فلما جيت انا قريت البيوجرافي قصه حياه فيرجسون عشان اوريكم يا جماعه ان الناس في الكلام في الكلام اللي انا بقوله ده حصل قبل كده في الواقع يعني مش كلام ده. فالراجل اول حاجه قال لك ايه في قصه حياته يعني هو بيكتب فقال لك ان اول حاجه انا فكرت فيها ان انا اقنع الناس في مانشستر يونايتد ان هم ما فكروش في ليفربول فكروا في نفسه تاني حاجه ان انا غير العقليه ازاي ان انا هو كان ماسك فرقه في اسكتلندا ابردين بتهيألي وقدر ان هو ياخد بيهم الدوري بتاع ازاي ان انا ازرع العقليه بتاعه البطوله جواهم وابتدى ان هو يفكر ان انا ازاي ان انا اقرب من الناس دي لغايه ما مانشستر يونايتد حصل ليفربول وابتدى انا ما بقولش دلوقتي عشان فكر في نفسه وفكر في المنافس بتاعه فهي دي يعني انت مشكله ان انت شاغل فعلا نفسك بالمنافس. كابتن ابراهيم لما بيجي مثلا نقول الكلام ده مشكله ايه عندنا في نادي الزمالك بيزعلوا مني انت ازاي تقول كده انت كذا انت بتبتدي يسخنوا الناس عليك وبتبتدي لان في ناس المشكله ان في ناس عايشه على في ناس عايشه حياتها كلها وبتقبض فلوس وعايشين في حياتها على مشاكل الزمالك على مش على مشاكل الزمالك على على خراب. على ثبات اقناع الفكره دي. طب احنا يعني بالله عليك قلنا ايه غير كده؟ احنا بنقول ايه غير كده؟ احنا متبنيين ايه غير كده؟ اقعد بص لمشاكلك وحلها مالكش دعوه بيا. ما تقعدش تكرس كل همك تشويهي. يعني ما هو انت لما تشوهني انت ما بقتش جميل. روح شوف انت ايه اللي ناقصك عشان تبقى جميل، اول حاجه عشان تبقى جميل او ست جميله انها تبقى رقيقه. ما تبقاش عصبيه ومنفعله ومظلومه طول النهار نكديه وبتعيط، لا. تشوف موطن الانوثه اللي فيها ضعفها وانها تبتدي تبقى سلسه والناس تحبها، هيبتدي يشوفوها بعيون تقدر تبقى جميله وتجمل في نفسها لحد ما يشوفوها ملكه جمال ويختاروها. يعني لما يجي واحد يتجوز يقول انا عايز دي مش عايز دي اللي اجمل منها 100 مره. هو ده هي دي الروشته اللي احنا يعني احنا مش مختلفين. يا ريت يا ريت كلنا نحط ايدنا في ايد بعض ونوصل الناس انها تفكر بالطريقه دي. نتمنى ان الرساله تكون وصلت وتكون الرؤيه وضحت تماما للجميع.